بديت عمري بين 5 و 6، كنت بالسعودية، كنت أشخط على الدفاتر الرسم وأرسم مثلاً جبال وبيوت، وأبي شاف الرسم وشجعني على الرسم. أول ما بلش هم داعش، أول ما جت بين 2014 بالضبط جم، أول شيء حرموا كل شيء رسم، حتى الصورة كانت حرام، مثل صورة أخي كانت على الحائط وشالوها قالهم حرام. وأبي صار عن الفنانين بالرقة أكثر من خافوا. أبي كان ينحت من 1982، كان يشارك بمعارض وكثير، كان جهز على معرض جديد، بس وقت داعش جم دورية علينا على البيت وشالوا نص الأغراض. هاي أول ما رسمت، أول ما جينا على مدينة الرقة بعد التحرير كان بها عدد قليل من السكان، صار أبي يصور بالجوال، وطبعاً كل صورة كنا نطبعها ونكبرها، وطبعت على الحجر وبلشت أرسم بعد ما رجعنا على البيت، وتقريباً طولت معي شي أسبوع أسبوعين. تعبر أن بيوته مدمرة والركب.